السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. الأهلي يتعادل مع بيراميدز بدون أهداف ويخسر نقطتين ثمينتين نحو القمة. معي في الاستوديو الكابتن أشرف هاشم المدير الفني لقطاع البراعم بنادي الزرقاء الرياضي. أنا وسهلا كابتن، أهلا بك يا كابتن. الحمد لله تمام، الله يحفظك. معايا اللاعب الجميل اللاعب البيلي محمد قنديل، لاعب مواليد 2001 بنادي الزرقاء الرياضي. أنا وسهلا كابتن، مبارك عليك. عامل ايه؟ تمام الحمد لله كابتن. الله طبعا في البداية كابتن أشرف عايزين نتكلمهم عن قطاع البراعم بنادي الزرقاء الرياضي واحتكاكاته والمباريات اللي فاز فيها وبعض وأبرز اللاعبين المتواجدين بالقطاع. الحمد لله رب العالمين، البراعم عندنا ماشيين بخطوات ثابته جدا. عندنا 2007 عاملين مباريات حلوه جدا جدا والحمد لله رب العالمين، و2009 برضو على نفس النمط بتاعتهم. عندنا ناشئين محترمين جدا خلينا في قطاع البراعم، سيبنا من الناشئين حاليا دلوقتي. ماشي يا كابتن. البراعم التخصص بتاعك عندنا طبعا عمر ومحمد جمعه وعبد الهادي، وعندنا شريف اللي هم لعيبه شمال سينا، لعيبه شمال سينا، وعندنا برضو لعيبه من المنوفيه الواد لوكا كويس جدا، ومحمد وابو الحسن، وعندنا الواد مصطفى والتوأم برضو كويسين، وعندنا عمرو الحارث، يوسف شافي ومصطفى شافي وزياد علي وزياد. في مجموعه كويسه جدا على فكره، وفي احمد عبد الناصر ده ولد 2008 برضو باكي مين كويس جدا، وسلامه برضو ولد محترم، وعندنا رفعت الحداد في 2009 وصهيب، وعندنا ولد اسمه شادي من مكوى وسيد حارس مرمى كويس برضو كابتن، وعندنا ولد اسمه شادي لسه جايبينه جديد برضو، الولد ده كويس جدا من المعقبة. وسلامه طبعا معروف من السادات هو عبد الهادي وشرطه سلامه، احنا بنسميه سلامه، خلاص ثبتت عليه خلاص كده. تمام. طب القطاع دلوقتي يعني المعسكر بدايته امتى؟ الاسبوع المقبل ان شاء الله المعسكر، في معسكر احنا عاملينه للبراعم باذن الله الاسبوع الجاي باذن الله. تمام. هنبتدي ليه بنعدله من دلوقتي. تمام. وباذن الله في عندنا بكره مباراه وديه، وكان في مباراه الاسبوع اللي فاتت مع الافريقي السوداني والنصر الادويه والحمد لله، وفزنا في المباراتين بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى بال2007 وال2009 برضه بفضل الله. تمام. بيلي يكلمني كده عن تجربتك في قطاع الناشئين بنادي الزرقاء، وبعد كده يعني حياتك من بدايتك من نادي الترجي المطروح وبعدين الزرقاء وكده يعني. والله حضرتك يا كابتن احمد، انا اول حاجه اشكر ربنا ان ربنا وفقني انا جينا عند حضرتك، لان انت حضرتك شخصيه محترمه حبيبي حبيبي، ويعني مش مقصر معانا في اي حاجه ومدينا احنا عاوزينه كله. تاني حاجه يا كابتن، ان انا اول ما جيت حضرتك النادي عندك انا ربنا كرمني احلى كرم، وان انا بدات اثبت نفسي وارجع زي زمان، لان حضرتك ايام ما كنت انا في الترجي ما كنتش قادر الفرصه، انا يعني ما كنتش لاقي الاهتمام الكامل اللي كان ليا. وحضرتك انا كنت مجال السفر في موضوع الترجي ده يا كابتن، والدي خاف عليا شويه قال لي السفر ده انت صغير. طب قبل ما نتكلم عن السفر، معايا الكابتن اسلام محمد مراسلنا من النادي الاهلي. كابتن اسلام اخبارك؟ كابتن احمد تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل متابعين برنامج ملاعب بلدنا، وبالتوفيق ان شاء الله. كلمنا كده عشان انت موجود حاليا في الشرقيه بالاخص، ومباراه النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة. أنا عايز أقول لحضرتك مباراة كانت مشتعلة، مباراة ملتهبة، يعني قول زي ما أنت عايز تقول. النتيجة فضلت متعلقة لغاية تقريبا آخر ثانيتين. المباراة انتهت بالفعل يا كابتن إسلام؟ المباراة انتهت، فاز فريق الاتحاد بفرق نقطة واحدة فقط. كام؟ انتهت 68-67 لمصلحة الاتحاد وتوجه بالسوبر. عايز اقول لحضرتك المباراة كانت خاصة بالنسبة للاتحاد السكندري. طبعا انا بس ايه عشان انا في الملعب فاهمني، فعايز اقول لحضرتك الواحد النهارده بذل مجهود كبير جدا في صواف التغطية. المباراة كانت مثيرة جدا، يعني عايز اقول لحضرتك يعني فرق بونت، يعني حاجه كويسه برضه، فرق بونت واحد المباراه، ولكن توج نادي الاتحاد السكندري لسوبر كاس السله. طبعا احنا بنبارك لهم برضه من خلال المباراه اكيد طبعا، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك مباراه خاصه بالنسبه للاهلي والاتحاد. الاتحاد كان عايز يعوض تمام، والاهلي برضه في نفس الوقت يعني كان برضه بيلعب ايه اللي هو مش عايز برضه يخسر، مش عايز يزعل جماهيره والكلام ده كله. المباراه كانت بالفعل في الشرقيه؟ المباراه
لسه حالا من تام. انا بقول لحضرتك، انا بكلم حضرتك وانا في الصاله دلوقتي. الواحد النهارده عمل مجهود. صاله الزقازيق يا كابتن ولا صاله ايه؟ صاله الساده الجامعه؟ لا، صاله نادي الشرقيه للدخان. الشرقيه للدخان الجيزه. تمام. صاله نادي الشرقيه للدخان بالجيزه. المباراه لسه منتهيه حالا. انا عايز اقول لحضرتك اللعيبه كلها خارجه قدامي. لعيبه الاهلي يعني عايز اقول لك حزينه جدا بسبب النتيجه. فانا عايز اقول لحضرتك الاهلي خد المرتبط، والاتحاد خد كاس السوبر، ولسه في دوري السوبر ان شاء الله برضو من خلال حضرتك. عايز اقول لك خلاص يعني هيبدا الاسبوع اللي جاي ده دوري بقى جديد، وكده كل واحد فيهم خد بطوله. بس هو كل الحكايه يا كابتن احمد اللي الناس دلوقتي بتتكلم فيها حته التحكيم. التحكيم النهارده ذبح الاهلي. يعني حضرتك لو رجعت شريط المباراه كده هتلاقي التحكيم ذبح الاهلي. يعني اخر 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 باسكت للاتحاد فاول للاهلي، اتحسب للاتحاد والاتحاد قدر يخلص الماتش. طيب بالنسبه بقى، طب انتوا طبعا تابعتوا مباراه الاهلي وبيراميدز؟ طبعا. وعايز اقول برضه من خلال حضرتك برضه يعني مش اللي احنا برضه لو فتحنا حته التحكيم برضه تمام هنتكلم برضه فيها كتير يعني. طيب خلينا كده كابتن اسلام، بعيدا عن التحكيم، خلينا كده اخر الاخبار والمستجدات لسفر بعثه النادي الاهلي لبطوله كاس العالم للانديه بفين؟ هو باذن الله طبعا قطر. بعد مباراه الاهلي وبيراميدز النهارده والتعادل، انا عايز بس اقول لحضرتك ان التعادل مش نتيجه وحشه بالنسبه للاهلي يعني انت فاهمني، وخصوصا قبل ما تسافر لقطر يعني لخوض مونديال الانديه. تمام. فطبعا التعادل نتيجه مش وحشه. هو الاهلي المهم كان عايز يطلع النهارده ما يروحش وهو خسران يا كابتن احمد. يعني هو الاهلي كان عايز يطلع النهارده ما يروحش وهو خسران، بالذات طبعا داخل هيلاعب الاتحاد. حاجه كويسه ليه انه طبعا ما اتغلبش النهارده ولا خسر عشان ايه يسافر هو مبسوط يعني، قصدك ولا ايه؟ لا 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 لا، هو الاهلي طول عمره مبسوط يا كابتن احمد. طيب امال ايه؟ طيب كلمنا كده في النقطه يا كابتن احمد، في اصابات يا كابتن او حد استبعد لهذه البطوله؟ اوضح بس لحضرتك، الاهلي رايح كاس العالم للانديه بيمثل مصر مش بيمثل النادي الاهلي. اكيد طبعا بيمثلنا كلنا تمام. فالاهلي بيروح دايما وهو مبسوط. الاهلي رايح مشرف مصر يعني، هو الاهلي مش رايح مجامله او رايح ان هو يؤدي تاديه وقت او تاديه واجب وكده، لا. تمام. الاهلي رايح عشان يشرف مصر. تمام. الاهلي لو فاز على الدحيل يا كابتن احمد هيلعب على ميداليا. الاهلي لو فاز على الدحيل هيلعب على ميداليا سواء ثالث. تمام. لو ان شاء الله يفوز ويكسب ان شاء الله. كابتن اسلام برضو ما يعني ما عرفناش في اي استبعاد لبعض اللاعبين او اصابات منعت اللاعبين من الذهاب لقطر؟ لا، هو القائمه كلها موجوده باستثناء محمود وحيد وباستثناء سعد سمير. بقيه القائمه كلها موجوده. كان في مفاضله على احد اللعيبه بدون ذكر اسمهم، بس كده زي ما بقول لحضرتك القائمه كلها موجوده باستثناء محمود وحيد وسعد سمير. شكرا جزيلا كابتن اسلام محمد مراسل البرنامج من النادي الاهلي. طبعا بيجي احنا كنا بنتكلم عن السفر للخارج. فحضرتك بعد كده اما بابايا قال لي السفر مش هينفع قوي لان انت صغير والتعليم حضرتك وانت لسه برضه ما تدركش ان ممكن لسه برضه هو خاف عليها شويه. بس التجربه بتاعتك كانت يعني كويسه جيده مع قطاع الزرع كابتن؟ دي احسن تجربه يا كابتن، لان يا كابتن حضرتك انت مدينا كل الصلاحيات حبيبي، ماتشات وديه مدينا كابتن، مثلا ان احنا يعني لو عوزنا حاجه ما نتكسفش منك نخبط على حضرتك يا كابتن ونخش. كابتن احمد عايز حاجه تفضل طبعا. وكابتن جزيل المعسكر ان شاء الله. كابتن طبعا جزيلنا كابتن، احنا قطعات يا كابتن، قطعات عليك قطعات حبيبي. كابتن اشرف بالنسبه لقطاع البراعم وعمل طفره جيده هنا في القاهره، كلمنا كده كابتن عن مدربين القطاع والوضع الحالي للقطاع. طبعا معانا الكابتن حماده عامل شغل جدا كويس جدا مع كابتن حماده كامل. كابتن حماده كامل ومعانا الكابتن طارق برضو عامل شغل كويس جدا مع اللعيبه وجايب لعيبه بصراحه محترمه جدا ولاعيبه على اعلى مستوى. يعني بجد عندنا فرقة 2007 وال 2009 احنا باذن الله يعني حاسين ان اللعيبه ديت هتعمل طفره كويسه جدا وهيكون لهم نصيب ان شاء الله ان احنا نوصلهم للدوري الممتاز من خلال نادي الزرقاء المحترم باذن الله. استناد على ايد الكابتن احمد فواز ان شاء الله كابتن محترم. بيلي كده افضل مباراه يعني كانت موجوده ليك في الفتره اللي كنت فيها في الترجي؟ افضل مباراه كابتن كنا احنا بنلعب الزمالك في ميت عقبه. تمام. وكنا كابتن رايحين، فاحنا كنا انا رايحين فلعبت الزمالك استقلوا شويه بينا كده. تمام.
فاحنا نزلنا يا كابتن، كان نزلنا في الماتش ده فاحنا نازلين احنا عايزين نكسب، وهم نازلين يعني كانوا بضحك يعني وهزار. احنا نزلنا يا كابتن كسبنا 2-0. كويس والله، يعني دي حاجه كويسه. خلاص اهداف يوميا جبت جول. طب كويس بالدماغ. انت من اللعيبه المميزه. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. طبعا بالنسبه لنتائج قطاع الناشئين بنادي الزرقاء هذا الموسم، طبعا طفره جيده للقطاع، 99 ل 2001 ل 2002 ول 2003 وال 2004 و5 طبعا وال 2006 عاملين نتائج جيده وكويسه بالرغم السفر وارهاق اللاعبين. بالنسبه برضو لمواليد 2000 بدات المسابقه لمواليد 2000 في محافظه الدقهليه وبالاخص في مدينه المنصوره، طبعا لان طبعا مواليد 2000 ملهاش مسابقه في محافظه دمياط، وبالفعل بدات مسابقاتها في محافظه الدقهليه. طيب معانا الكابتن ايمن النعناعي المدير الاداري ومدير الكره بنادي الزرقاء الرياضي. اهلا وسهلا كابتن ايمن. ازيك كابتن احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. بنبارك لك طبعا وبنبارك لفريق نادي الزرقاء ونادي الزرقاء بفوزه على نادي بتروجيت في بطوله الدوري العام للقسم الثاني. الله يبارك فيك كابتن. كابتن ايمن، احنا سمعنا يعني في بعض اللاعبين الجدد اللي انضموا حديثا في فتره يناير، عايزين نعرفوا هؤلاء اللاعبين. هو بعض اللعيبة لعبوا في المباريات اللي فاتت. تمام. أحمد عصام وسعد جمال ومحمد فاروق. في كذا لعيب إن شاء الله يلعبوا المباريات الجاية، دار التعاقد معهم إن شاء الله. طب كابتن أيمن، المباراة المقبلة مع مين؟ فريق إيه؟ مع نادي المريخ ان شاء الله. المريخ في بورسعيد ولا في الزرقاء؟ ان شاء الله لا في بورسعيد ان شاء الله. طبعا انت عارف مشكله الملعب بتاعنا لسه الدواعي الامنيه، ما فيش استقبال اي مباراه في الدوري. هو ملعبنا من احسن الملاعب وجه بحر كله. تمام. بس مش عارف في ايه يعني، الامن ما بيلعبش على ملعب. طب يعني في بارقه امل العوده للساد الزرقاء الرياضي ان شاء الله بجهد سياده النائب سمير موسى، ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. كابتن ايمن، في اصابات بالفعل في فريق نادي الزرقاء بالنسبه لفيروس كورونا؟ طبعا احنا لعبنا 3 مباريات في 6 ايام، الجمعه والاثنين والخميس، وطبعا في حالات بقى تظهر وثاني يوم الحالات سلبيه وبدون تدريب وبدون اي حاجه. لعبنا 3 مباريات لمده كثير 6 ايام. كثير فعلا. طيب يعني في حجم يعني حجم الاصابه كتير، عدد كتير ولا يعني حاجه مناسبه؟ لا الحمد لله كل العينات طلعت سلبيه. طيب الحمد لله. في 6 ايام اللي فاتوا في 3 مباريات. شكرا جزيلا كابتن ايمن النعناعي مدير الكره والمدير الاداري بنادي الزرقاء الرياضي. كابتن اشرف، كنا بنتكلم عن قطاع البراعم وطبعا يعني افراز بعض اللاعبين الجيدين الموهوبين بالقطاع. حضرتك جالنا في مواليد صغيره جدا 2011 دي، احنا ان شاء الله او 2010 فعندنا الواد محمود كمال بيلعب مدافع. جالنا ولد اسمه محمود كمال لعيب جيد. جالنا ولد اسمه مصطفى، اسمه اشرف مصطفى، الواد ده من دمياط برده ممتاز جدا، راس حربه برده كويس خالص. عندنا الولد سيد متولي 2011، الصاوي برده، والصاوي جميل جدا كويس. وعندنا برضو في ولد غير في لوكا صغير برضو كويس جدا، وفي صهيب من المعقبه، محمود شاوي برضو مواليد 2000، وفي محمود شاوي في وفي فارس برضو عندنا في 2008، في 2007 برضو فارس كويس جدا. في مجموعه كويسه يا كابتن، كل يوم البراعم على فكره بيظهر منها لعيبه كويسه جدا، بنحاول ان احنا نثبتهم في مكان في الملعب بحيث الولد يحفظ الواجبات اللي ليه والواجبات اللي هتبتدي الولد، ويبقى في تناسق ما بين اللعيبه وتجانس في الملعب. عشان كده اللعيبه الحمد لله بيبقوا شكل الفرقه تحس ان هي بتلعب من فتره طويله جدا مع بعض، لان فترات الاعداد لما بتبقى قصيره ما بتديش التجانس دوت. ولكن الحمد لله بقالنا 3 شهور عاملين تجانس كويس جدا مع اللعيبه، واللعيبه الحمد لله باذن الله هتكون مستوى اعلى من كده كمان كل فتره بامر الله ان شاء الله. قول لي كده بيلي بقى طموحاتك في الفتره المقبله كده ان شاء الله شايفها ازاي؟ والله يا كابتن احمد، انا اول حاجه ان شاء الله عاوز اكمل لو في قطاعات ان شاء الله مع معانا بعد ما صعدنا الحمد لله قطاعات،
عاوز يعني اعمل نتائج كويسه كابتن اكمل مشوارنا بدايته في يعني من اول مشوار جيت هنا كابتن في النادي الزرقاء اكمله للاخر. وتاني حاجه كابتن طبعا ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك كده نفسي يعني ايه حاجه تكون في الدوري الممتاز عشان انا كابتن والدي يعني ايه تبقى خطوه كويسه برضو بيه بيك عشان انا كابتن اللي هو يعني ايه بقى انا ربنا كرمني دلوقتي وقت كويس ازيد يا كابتن لان الانسان طموحاته بتعلى لازم يكون الواحد ليه طموحات وليه احلام عشان يحقق مثلا كابتن احلام والده لان كابتن ناس في الشارع بتشوفني مثلا تقول لي يا كابتن مصر يا نجم يعني نفسهم يشوفوني حاجه كويسه لك حاجه كده كويسه لان يعني. كابتن الحاجه دي كانت اسعاد الناس ديت يعني نعمه وكابتن والدي ده كان يقعد يقول لي انت افعل وتعب وسيب يعني كل ده على ربنا على ربنا طبعا وانت عارف يا كابتن الحاج اصلا يعني يعني من الشخصيات الطيبه والمحترمه اللي هو اصلا عليك. يعني يا كابتن بيحب الناس كلها ويتمنى كل الخير شخصيه جميله وانت عارف صراحة يعني اتعاملت معاه حاجه فانت عارف يا كابتن الحاج يعني وبيعزك جدا يا كابتن كابتن اشرف توقف الدوري البراعم يعني البديل معسكر مباراه وديه قبل ما تدي اجازه الامتحانات للاولاد تمام يا كابتن المفروض بعد توقف الدور الثاني من دوري الناشئين من دوري البراعم المفروض حضرتك هيتعمل مباراه وديه للاعيبه وهتعمل لهم معسكر ثاني علشان الولد ما يحسش ان الدوري خلاص خلص منه فممكن بالتالي هيبتدي يستهتر بالتمرين فاحنا مش هندي فرصه طبعا للولد الصغير ولا البراعم انه يعمل حاجه زي كده لا هنعمل له معسكر ومن بعد المعسكر ان شاء الله من خلال المعسكر هنعمل مباراه وديه وبعد ما نيجي ان شاء الله بحيث الولد يتمرن تمرينتين ونطبق التمرينتين في المباراه الوديه باذن الله من كل اسبوع بامر الله وتبقى مباراه كويسه باذن الله يستفيد منها اولادنا بعد توقف الدوري ان شاء الله. بيه اللي كده حابب تشكر بقى شكر خاص كده على الهواء كده. اشكر الكابتن اول حاجه ربنا ونعم بالله. والكابتن اشرف عطيه الكابتن يعني مش عايز اقول لك كابتن الكابتن ده كابتن اشرف من الشخصيات المحترمه الكابتن اشرف عطيه ده والدي برضه لان الكابتن اشرف عطيه يعني بص يا كابتن هو بيساندك واقف جنبك ومعنوياتك كابتن بيقول لي انت الورقه الرابحه انت وكابتن الحمد لله ما خيبتش امله انزل يا كابتن يعني ربنا يكرمني والكابتن اشرف ده على دماغي وكابتن عندنا برضه كابتن مواهب في المحله يعني مثلا كابتن ده واحد صاحبي اسمه احمد عبد القادر ده كابتن ربنا يبارك له صاحبي واخويا بيقعد يدعمني وابراهيم سعيد يا كابتن ده اخويا برضه وسوس خالد عيسى ده اخويا والعم هشام الغريب ده اخويا برضه تمام كل ما كابتن اخواتي يا كابتن وطبعا يا كابتن والدتي يعني امي يا كابتن ده كل الشكر طبعا ربنا خليها لي ووالدي ربنا خليه لي لان انا كابتن بيدعموني جدا وبيكونوا معايا على خطى واحده يا كابتن وكابتن بشكرك كابتن احمد فواز حبيبي لان حضرتك يا كابتن انا انت من غيرك يا كابتن انا ما كنتش عارف اعمل كل ده حبيبي ربنا والله كابتن احمد كل حاجه كويسه كده يا رب يا كابتن ان شاء الله شكر خاص اخيرا كابتن والله بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر حضرتك ان انت بجد يعني عملت نظره كبيره جدا على اهل لعيبه اهل سيناء اللي كانوا مهمشين تماما بنشكر ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر وبنشكر كل من ساعدني ووصلني للمرحله ديت بالحمد لله وبشكر اولياء الامور اللي ثقتهم العاليه فيا بابنائهم اللي بعتهم معايا من سيناء عشان يجوا القاهره عشان الولد يجي يبيت هنا ويلعب مباراة ويظهر تحت امر سينا الله يخليك يا كابتن احمد ربنا يحفظك في ختام هذه الفقره طبعا بشكر ضيوف الكرامة اللاعب البيلي محمد قنديل شكرا جزيلا محمد ربنا يخليك يا كابتن يا رب وبشكر ضيف الكريم الكابتن اشرف هاشم المشرف على قطاع البراعم بنادي الزرقاء الرياض شكرا كابتن الله يخليك يا كابتن هنطلع للتقرير ونشوف في هذا التقرير طبعا أكاديمية الزهور بالاسكندرية بقيادة الكابتن أحمد عويضة من مدينة الاسكندرية أحمد فواز يسعدنا من ملعب الشمس يكون معنا المدير الفني كابتن أحمد عويضة ومدير فني أكاديمية الزهور أهلا بكابتن أهلا بحضرتك وأهلا بكابتن أحمد فواز وبرنامج ملعب بلدنا وقناة الساحة والجمال ألف مبروك على افتتاح الأكاديمية النهاردة وتحب تكلمنا على الأكاديمية النهاردة تقول إيه؟ والله اقول هي باذن الله بدايه كويسه عندنا ما شاء الله يعني مدربين على اكفى المستوى جايين الكابتن ابراهيم علي مدير شركه تسويق نادي الجزيره وطبعا عندنا مدربين على اعلى مستوى وباذن الله خير يعني افتتاح موفق باذن الله والله التسويق دوت احنا اهم حاجه عندنا اللي احنا يعني اللاعب بيكون اخلاق طبعا بنعيد الكلمه دي مره تاني عشان نقدر نفيده ونفيد اللعيبه اللي هو طبعا لما يكون حضرتك اخلاق كابتن اسلام هيبدا اللي هو يقدر معانا يقدر يحضر في ملتزم بالميعاد واحنا نقدر كمدربين نديله تدريبات جرعات تدريبيه بيها ان هو يرتقى الى مستوى اعلى وباذن الله ما يكونش اقل من صلاح ولا ميسي ولا كريستيانو كان فين الناس دي الناس دي كانت برده بدأها من تحت واجتهدت وربنا كرمها بس لازم انا بنصح نصيحه لولي الامر ان هو
يودي فعلا ابنه للايدي الامنه اللي تقدر توصل ابنه للاماكن اللي هي يرتقي بيها رياضيا، ما نوديش ولي الامر ما يعرفش حاجه في المجال، فبالتالي بيودي في اي مكان. كور كتير جدا، وعندنا معدات جاهزه متجهزه للعب، بنقول له تعالى احنا بس بنجهزك من كل حاجه. بنعلمه ازاي يستلم، ازاي يمرر، ازاي يراوغ، ازاي يصوب، ازاي ان هو يقدر يسيطر على الكوره. ده كله موجود في الاكاديميه. طبعا الاجواء جميله جدا جدا. كابتن احمد عودة اولا راجل محترم، مدرب محترم، عينه كويسه، بيعرف يشوف الشباب كويس، يقدر ينقي لعيبه كويسين، مجتهد في شغله، ملتزم، يعني من الناس اللي انا بعتبرهم من النواه اللي هم، يعني يا ريت اتمنى ان يكون المدربين اللي في مصر يبقوا على نهج احمد عودة، خاصه في القطاع اللي هو العام اللي هو الناشئ الصغير اللي بيتم اكتشافهم مبكرا. سعداء طبعا بالكابتن احمد فواز، وبنقول للكابتن احمد فواز منور. طبعا الاكاديميه طبعا زي ما انت شايف على مستوى دائره غرب كلها، بنشوف اللعيبه الموهوبين على دائره مينا البصل، وزي ما احنا قلنا قبل كده في لعيبه موهوبه ياما، بس محتاج كشاف. كشاف النهارده غاب عن الارض، واخد بالك؟ لان طبعا ما فيش كشافين زي ما احنا كنا الاول بنشوفه، ان الكشاف بينزل بيتفرج بيشوف لعيبه، نفسنا نشوفه اللعيبه اللي احنا كنا بنتفرج عليها، الجيل المعاصر الجميل، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن شحاته، الناس الجميله اللي احنا اتفرجنا على الكره الروعه. كابتن احمد العودي عامل شغل كويس جدا، امكانيات الاكاديميه هايله جدا، موفر كباتن على اعلى مستوى، وانا شايف في شغل معمول يعني يبشر ان شاء الله اللي فيه يعني ناشئين تطلع من اسكندريه لحاجه كده معينه، مرحله جايه جديده لتطوير الاداء شويه في الناشئين من اسكندريه. الله ربنا كرمنا بالاهالي الكويسه وبلعيبه كويسه، باذن الله يوصلوا يعني احسن واحسن باذن الله. بحب حضرتك يا كابتن احمد، بنشرفنا طبعا بكابتن احمد، طبعا حبيبي، طبعا بنرحب بيك. واحنا النهارده هنا عندنا تجمع كده طبعا مع كابتن احمد عودة افتتاح الاكاديميه، ويشرفنا النهارده ان انا اكون موجود معاكم النهارده ومجموعه المدربين المحترمين والتنظيم اللي موجود، فطبعا دي حاجه تشرف وحاجه سعيده جدا وحاجه جميله، فطبعا احنا كلنا مبسوطين من الموضوع ده كده، يعني ربنا يوفقكم ان شاء الله.